العزيز والكريم والمتابع الوفي دائما لدى شاشة ام بي سي مصر ولدى شاشة البيت المصري وبيت الكرة المصرية. ثلاث مباريات سجل 10 اهداف، دخل مرمى 11 هدف، وهنا الهدف، هنا جول، هنا عن طريق الاثيوبي اللاعب شيميل سيبيكلي هو اللاعب الذي يسجل الهدف الثاني. كان تعرض لضرب جزاء، هنا سامح شوشة يسجل، هو من سجل في لقاء الاسيوطي من ضرب الجزاء، واليوم يسجل ثاني اهدافه ايضا. مجموعة السبعة، تونس في الصدارة، سنغال هي الثاني، ومصر هي الثالث، وهنا هدف تقليص الفارق الى هدف، هنا محاولة مش ممكن، مش عايزة تدخل، لم تعانق المرمى، لحاول ان يهرب من الوقوع في مصيدة التسلل. غانم صامويل، اوه صامويل مانتي حتى